الإنجليز وحدهم يسقطون، هذا هو الشعار الذي يخشى مانشستر سيتي أن يرسخ مع بداية رحلته في الدفاع عن اللقب التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي يخشى مصير نادي ليفربول، والذي لم يواجهه أي فريق آخر بخلاف هذا الفريق الإنجليزي، فهل تكون لعنة حقاً أم أنها مجرد صدفة؟ تنطلق رحلة مانشستر سيتي للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب التاريخي الذي توج به الفريق للمرة الأولى في تاريخه بعد محاولات عديدة. السيتي يبدأ رحلته بمواجهة النجم الأحمر الصربي في ملعب الاتحاد، بحثاً عن تحقيق الانتصار في بداية رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق نتيجة إيجابية. على مدار السنوات الخمس الأخيرة كان هناك عامل مشترك بين حاملي لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الانتصار في بداية مشوار الدفاع عن اللقب. في 2018 بدأ ريال مدريد رحلته في الدفاع عن اللقب الثالث على التوالي بالفوز على نظيره روما الإيطالي بثلاثية سجلها وقتها إسكو وغارث بيل وماريانو دياز. ريال مدريد نجح في هذه النسخة في احتلال صدارة المجموعة في النهاية برصيد 12 نقطة ليضمن الصعود للدور التالي، رغم أنه لم ينجح في التتويج باللقب في النهاية. موسم 2019 والاستثناء الوحيد دخل نادي ليفربول حاملاً لقب دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، وفي مباراته الافتتاحية أمام نابولي في ملعب دييغو مارادونا سقط الفريق الإنجليزي. المباراة انتهت بخسارة نادي ليفربول بثنائية نظيفة التي سجلها مارتينيز ولورينتي، ليكون الريدز حامل اللقب الوحيد الذي خسر خلال النسخ الماضية في مستهل مشواره. في النهاية نجح ليفربول في الصعود للدور التالي في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه نابولي وبفارق نقطة واحدة، وهي النسخة التي خسر ريدز لقبها في النهاية. في النسخة التالية كان بايرن ميونخ حامل اللقب، وبدأ رحلة دفاعه عن اللقب بمواجهة قوية أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري. ربما كانت انطلاقة بايرن ميونخ في هذه النسخة هي الأفضل بين أبطال النسخ الأخرى، إذ حقق الفوز على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة من توقيع كومان الذي سجل ثنائياً وغروتسكا وتوليسو. البايرن في نهاية دور المجموعات احتل الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد بتسع نقاط. في موسم 2021 بدأ تشيلسي الإنجليزي رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز بهدف نظيف أمام زينت سان بطرسبرغ الروسي على ملعب ستانفورد بريدج في لندن بتوقيع روميلو لوكاكو مهاجم البلوز. ورغم أن تشيلسي فاز في المباراة الافتتاحية، إلا أن الإنجليز دائما ليسوا الأفضل، إذ حل في نهاية الرحلة وصيفا في المجموعة برصيد 13 نقطة خلف يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة. أخيرا في النسخة الماضية كان ريال مدريد حامل اللقب على موعد مع سلتك الاسكتلندي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، ونجح في الفوز بالفعل. انتصر الريال بثلاثية نظيفة على سلتك الذي كان يلعب على ملعبه وبين جماهيره بأهداف سجلها هازارد وفينيسيوس ولوكا مودريتش، واحتل الريال الصدارة في نهاية المشوار بالمجموعات برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيغ الألماني الذي جاء في الوساطة.